مع الأسف اليوم هذه السدود ما بقاش فيها يعني حقينة اللي يمكن تستعمل للسقي للأغراض الفلاحية، والآن كاين تزويد المدن ديال المنطقة بالماء الصالح للشرب، وهذه أسبقية من طبيعة الحال احترمناها ولا يمكن أن يعني أن يكون السبق لأغراض أخرى، لأن البشر قبل كل شيء هو الذي يجب أن نعتني به. ونتمنى أن تكون الأمطار في الموعد إن شاء الله، خاصة أمطار ديال الصيف ديال غشت وديال شتنبير، لأن في هذا الوقت بالذات وهذه الأمطار اللي كتكون على شكل رعدات هي اللي كتساهم في ملء الحقينة ديال السدود اللي من طبيعة الحال كنسقوا بها المنطقة. تأثر الإنتاج من طبيعة الحال، ومع الأسف خاصة أن الفرشة المائية يعني على مستوى ديال سوس كان عليها ضغط كبير، واليوم نلاحظ أن جميع الفلاحين اللي عندهم إمكانيات كي يحفروا الآبار بآلات من طبيعة الحال اللي كنعرفوها يمكن تمشي 300 متر، ولكن كيبقى الفلاح الصغير والمتوسط اللي ما عنده الإمكانيات باش يزيد يحفر ويزيد يغرق 300 متر غادي يمشي ضحية. وهذا الشيء نطلب الله أنه مرة أخرى أن يغيثنا بالأمطار على حسب هذه الجمعية ديال سميتون. نتمنى هذا الشيء ديال التصفية ديال الماء، والله يرحمنا من عند الله تعالى. وصف الحل هو هذا القديم تعيش حل، الله يرحمنا من عند الله تعالى، وهذا الشيء ديال هذا الماء ديال البحر إن شاء الله الرحمن الرحيم. وفي اللحم ضرورين، وإلا ما كاين هذا الشيء زايدين في الضرر اللحم ماشي ضرورين، صافي مشاو. لا إله إلا الله، الله يرحمنا. كما كتشوفوا اليوم كاين واحد جمع عام ديال جمعيه المستقبل اللي تقريبا واحد 13 عام هذه وهي خدامه. وبالمناسبه كنشكروا الناس المكتب القديم ديال هذه الجمعيه اللي عطاو اشياء ما نكروش داكشي اللي دار. وهذا الجمع العام هذا كنناقشوا فيه الاشكاليه ديال اللي عندنا هنا في المنطقه ديال القردان ولا التيمه بصفه عامه، وحنا كنشوفوا بان هذا المشروع اللي غادي يخرج للوجود واللي هو قيد الدراسات الاوليه اللي هو مشروع ديال التحليه ديال ماء البحر، غادي نشوفوا اللي غادي يقدر يكون واحد الحل ديال هاد الاشكال ديال الماء اللي كاين اللي عندنا في المنطقه. وحتى التعليه ديال السد ديال المختار السوسي اللي حتى هو قد قاس في الانجاز ديالو، حتى هو غادي يعاون باش ترجع المنطقه هاد المنطقه ترجع للسابق العهد ديالها في الفلاحه، ونشوفوها مزدهره ان شاء الله كما كانت من قبل، ونشوفوا وترجع الضيعات ديال الحواميد اللي فقدنا واحد العدد كبير ديال الضيعات هنا في المنطقه. Thank you.